كل يوم على نجمة FM فرّق قلبك. فرّق قلبك. كومبوزي 73-278-600 أبدأ كلامك بألو نجمة. وأبدأ كلامك بألو نجمة. ألو نجمة، حبينا نوصلوا المعلومة والمساج اللي حبينا نوصلوه على نظافة البلاد لهنا في طريق الشط، تمي من أحسن الطرقات لحمام صوصة، بولفار كامل تشوف الزبل وتشوف له صخ، قلبك يوجعك. فو لتاريخ حمام صوصة عنظافة، واش نسميه اليوم ولا أنا مش نحكي عليه، وحد البلاد تحكي على روحها. مع هذا الصخ والقمج ما عندكم حتى فكرة، قمة معناها واحدة حشم نظف. وتعرف المرأة الحمامية أول حاجة تعملها الصباح تقوم تنظف قدام دارها، مع العلم قدام الدار هذه مرأة رجلها مريض، ملي تقوم الصباح وهي تنظف والعباد تجي وتحط قدامها على عينهم على عين العباد وحط في الوسخ، تحكي معهم ويقول لك البلدية ما حطتناش اللي في بالك بقى، معناها ما ملقينا حتى حل. ورئيس بلدية يتعدى والعباد تتعدى وكياس رئيسي، معناها مش أي كياس، معناها كل شطحة منصوصة بولفار معناها مختار العكيري أحسن كياس، ما غير هذه تشوف الحالة والخمس. ألو نجمة، أنا معناها توا أني تما ولية، أني ولية أم، الأم معناها اللي قرات صغارها وصلتهم وضحت عليهم وخلاو الشهيد، وفي الآخر يقولوا لنا معناها مستير لبس عليكم ولا عينوش منكم ناخذوش منكم. نحب نبلغ صوتي للسلطات المعنية بالأمر الكل، معناها إحنا رانا نعيشوا في ظروف قاسية برشا، راهو هنا في مستير في الساحل معناها يقولوا الساحل لبس عليه، ما لبس علينا راهو ما لبس علينا. أني نوصل نقري معناها ثلاثة بنات ونضحي عليهم ما نضحي ونقريهم ونوصلهم، إيه مناظرات حفر ومعناها هم يخدموا الناس. بطالة راهم كثروا، أقل حاجة أقل حاجة منها نطلب من الطرف، لأن الطرف نتاع منها الدولة الكل، أقل حاجة من كل دار طرف يخدم. أنا واحدة من الناس توا بناتي متخرجين نقضيهم معني في المصروف، وأنا معاش مقومة. سمعتوني وبارك الله فيكم، الله يفرحكم. ألو نجمة، أنا نحب نبلغ صوتي كحاملة الشهائد العليا، احنا قاعدين نعيشوا في تهميش تام بالنسبة للولاية نتاعنا، ما عاد فما لا انتداب ولا عن طريق مناظرات ولا انتداب مباشر، حتى المناظرات اللي قاعدين نشاركوا فيها ما فماش انتداب. آخر مناظرة شاهدة على الشيء هذا مناظرة المرشدين التطبيقيين اللي شاركنا فيها وحصلنا على نتائج باهية برشا، ما انتدبوا منا حتى واحد، واحنا رانا نحب نبلغوا صوتنا، نطالبوا بمساءلة الوزير التربية في ونشكوا في المناظرة هذه، ونفس الشيء بلغناه اليوم هذا، نحب رانا مساءلة قدام مجلس النواب للوزير التربية، رانا عنا شك كبير اللي فما تلاعب كبير في المناظرة هذه. وشكرا. ما لما تخليهاش في قلبك اطلبنا، سجل صوتك وصل كلمتك، رايك ولا نقدك، تضحك تشكي تبكي ولا حتى تغني، المهم فرق قلبك وقول ألو نجمة.